اهلا ومرحبا بكم في قناتي. شكرا اخواتي التعليقات الحلوه اللي كتخليوها لي دائما في الفيديوهات، شكرا كثيرا وشكرا لانضمامكم بالقناه. ومرحبا بكم اخواتي الجديدات اللي انضمتوا للقناه. هنا كنا اليوم كنا مشينا لليج. ليج معروفه جدا لان اي واحد بغى شي حاجه يمشي تسوق من تما، فمن الاحسن كيمشي تما وكل شيء كتكون عامره عامره. تقدروا تشاركوا هنا في القناة ديالي في يوتيوب، مرحبا بكم فضلا وليس أمرا، واحتسوا 8866 في الانستغرام إذا بغيتوا أي سؤال. هذيك هي من بعد ما تسارينا، يعني ما ماشي شرينا، تقدي شرينا شي حاجات كنا محتاجين ليهم. إذا فمشينا مشينا تما كلينا في هذا المطعم، كلينا تما شوية السمك، هذاك شوية السلطة شوية يعني الحمد لله البركة اللي درنا ربي، الحمد لله والشكر لله تبارك الله. هذا الشيء اللي كليناه، اللي كلا السمك، كلا السمك، انا عجبني السمك مع الفلفل الحار مزوينتو، هذه هي اللي كيعجبني، هذه الأكلة المفضلة. ومعها الشرمولة ديالها، كسميتها الصلصة ديالها نتاع الطماطم، وزوينين وهكذا. ومن بعد صافي ملي كلينا، لان بعيده الواحد مين كيكون يمشي باش يشري تما شي حاجه، اذا ف كيكون بعيد، فالواحد باش بعدها من الاحسن ياكل تما شي حاجه هكذا سهله ولا مهم. الحمد لله كلينا، ومن بعد صافي رجعنا للدار. وهذا هو الطريق كله كله في ليج، كيكون يعني نهار السبت والحد كتكون عامره عامره اكثر، لان الناس كيتقدموا تما. وهذيك هي هذا كله الطريق ديال ليج. كنت شريت من تما، مشيت شريت غادي نقول لكم هنايا كل شيء اللي شريت اللي كنت محتاجه. شويه السميد، السميد يعني في الفينو، الفينو مزيان كان نحتاجوه مثلا تعرفوا الخبز ولا البغرير ولا هذيك هي كملوا، قلت يلا نشريه. وهذه هي كلها ليج، كلها كلها معروفه. هذا كله الطريق، كما قلت لكم السبت والحد كتكون عامره. هذا كله الطريق اللي كنا باش نمشيو، وهذه المحكمه نتاع ليج. راه مزينه بزاف لان مع كاين اعياد الميلاد، مزينه كلها عاد في الليل كيكونوا الضوا وكل شيء كيبان. المهم غادي نوريكم مشترياتي، مشتريات كنت شريت السميد. السميد هذا هو، هذا الرقيق الفينو كيكون زوين. انا شريت هذه الماركه هذه المره لان بغيت نبدل نشوف ان شاء الله. كنت نخدم كنت نعجن بالاخرين، ولكن بغيت نبدل هذا درته، كنت غادي نشوف الى زين ان شاء الله يكون مزيان. تعرفوا راكو شفتوا هو المسمن والبغرير الخبز، لا مزيان. شريت تما شويه اللوز عواد والنعناع القزبر، هذا هو اللي محتاج لي يمشي لهذاك الليج، هذا هو كنشريو بعد من تما الحوايج. وشريت البطاطا القصبيه، البطاطا القصبيه تعجبني بزاف انايا، كثره مع اللحم تجي لذيذه لذيذه ما شاء الله. ان شاء الله نديرها ونشارك معكم الفيديو ان شاء الله. وهذه لفت المره، كاين اللي يقولها لفت المحفور ياك، حنا نقولها لفت المره، وكتجي زوينه زوينه لذيذه في الكسكس القصبر. الحمد لله، شكرا للمشاهدة.